سؤال آخر يتحدث عن ظاهرة عامة هي فقدان الثقة في ممثلي الأمة في البرلمان وفي البلديات وفي جميع الكيانات وفي في في مرشدي الأمة وفي كذا، أن هنالك شيء يسمى الدعوة إلى فقدان الثقة. الأمة لا شك أن لها حقا نوع ما في هذا الفقدان، أي أنها تفقد الثقة في كثير من 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 يمثلها على جميع الأصعدة الدينية والدنيوية، ولأنه وقع تجاوزات ووقع أخطاء كثيرة، ومع ذلك فهذا هذه الثقة ليست مبررة وليست جائزة. لماذا؟ لأن الأمة لا يمكنها أن تموت، يمكنش الأمة تموت، أما لا بد أن تحيا ولا بد أن تستمر، معناه لا بد أن تكون أمة ممثلة في البلديات، ولا بد أن تكون ممثلة في البرلمانات، ولا بد أن تكون ممثلة في العلميين، ولا بد أن تكون، لكن الأمة يجب عليها أن تكون فاعلة، فاعلة. نحن لا نفعل شيئا، نحن ننتقد، نحن نتكلم، نحن نتحدث. الناس يعتقدون أنهم سيدخلون الجنة بالنقد، الجنة ما يدخلوهاش بالنقد، بالعمل الصالح. وقعت فشل خيبة الأمل مثلا في البلديات ولا في البرلمان، لكن زيد تفضل سي محمد نجي نقول لا سيدي انا خاطني، لا سيدي انا كذا، انا في السياسه ما ندخلش فيها، انا كذا، ما نبغيش نجيبوا لك، حنا من غادي نجيبوا لك هاد الناس الاخرين؟ اذا كنت انت الاول من خدمتهم. بعض الناس حتى في ما نتكلموش على هذه القضيه، حتى في التمييز الان غادي يكون من بعد الانتخابات يكون عندك مرشحين اللي مسلم اللي نص مسلم واللي مفضي مثالي مع راسه، واحد الانسان يقول انا نمشي انا للبلد نمشي نعطي الصوت، ابدا ما نعطي الصوت حتى لشي واحد، وراء مع راسك حتى كيجي واحد اخر يعطي الصوت، يعني انت سالي من بعد اللي تهضر هذاك السيف. لما يطلع واحد مثلا مثل الامه ويبيع الخمر راه ماشي اللعنه عليه، اللعنه على الامه كلها، ما طلعش هذيك علاش؟ لان هذاك عاود صوالحه مشى عند واحد المجموعه ديال الناس اللي ما يعشموش عطاهم الفلوس، عطوا يوزع عليهم قرعه قرعه، الصباح سمحوا في المكتب ينتخبوا، والمهم ما سمحوا راكبين، حنا سيدي راه طيف ما نمشيوش، باب السيف هذا خصك لا خليه، ما بغيتوش تخدموا خليه المهم الشراب يخدموا. ايه ما خدمتش الدنيا توقف، لان كتصبح تنعس في الصباح ما نديروش انتخابات ولا كيفاش؟ انت اصبح تنعس وعندك الجزاء ديال الناعسين، تعطي الله تعالى غادي يعطيك يوم القيامه الاجر ديال الناعسين، كي يخلص الناعسين غادي يخلصك حتى انت معاه. خصك تكون مشارك في كل الاشياء، يكون عندك موقف، ما تخليش الانسان المسلم ما خصوش يخلي الناس يهمشوه، ما يخليش الناس يهمشوه. ومعناه زعما واش انا المسلم انا جلدتي ما بقى عندي حق نهضر حتى في شي حاجه، لانني فقدت الحق ديالي صافي. اذا بغيت خصني بغيت نهضر نبدا حاجه جلابه ها وندخل مع دوك العفاف باش يولي عندي حق، لا هنا نقول الكلمه ديالي، عندي راي في كذا وعندي راي في وانا هاد البلاد ما يعيش المستقبل ديالها انا مرتبط بيا عادي، والازمه كتعيشها غادي نعيشها انا ويعيشها المسلم ديالي ويعيشها الاولاد ديالي، فخصني يكون عندي فكره. وانتم كلكم مساحبين هربانين وتبغوا تعيشوا نظاف، تبغوا تعيشوا غير نقيين. شكون هو النقي؟ اللي كاع شوفوا هذا المرات هذا المجتمع ديالنا كيكون الراس تاعو مكلخ. سيدي فلان مسكين مات راجل مزيان، الله يجازيه بخير، الله يرحم المسكين، راجل حدو حد راسو، راجل من الدار كيقول الجامع، من الجامع للدار. واش الفرق بينه وبين الموتى؟ واش الفرق بينه وبين الموتى؟ كيما الدار، الجامع، الجامع للدار، مسكين ما يمشي لا هاك ولا هاك، هذا مشي هذا غير دار الطريق مشروح مش احسن له، ما عندنا يقعد يدير هنا. ما نفعش هذا. إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يوجد فتاك ما يضر وينفع. أنت حي يجب أن تكون حيا. تصور بين مسكين هذاك الصلاة في الأوروبي فغير ساكت مسكين ما يهضر والو. كيف كان الحجرة؟ زيد كملها. ساكت كيف كان الحيط؟ طب الحيط هذا ساكت. طب الحيط مزيان ساكت. ما يهضر والو. عمركم هضر معكم هذا الحيط؟ ما قال لكم والو. انتبه خصك تهضر. ما تكونش ساكت. ولا نمدح الناس بالسلب. بعض المرات يقول الاخوه حتى الناس يشوف واحد يتاجر عامل عنده تجاره ناجح تجاره لطيفه لطيفه دائما الناس اللي يجري دائما المنبوط ودائما الخدمه ودائما واش خصنا حنا نشجعوا اللي يعمل ولا نشجعوا اللي قاعد ما تنتقدش اللي يعمل راه انتقدنا راهم قاعدين دايرين الشمه وقاعدين في الجوطيه فوق ما تمشي غير اللي راه يفرقوا هذوك صحاب الجوطيه غير اللي راه يمشيو العشاء في الدار الصباح يصبحوا 8 6 قاعدين تما كيلعبوا الضربه هذوك مزيان ناس صالحين هذوك هذاك الشيء لطيف دايما يجي دايما كذا دايما ما يقعدش ودايما يبيع ودايما يشري هذاك انسان هذاك انسان حي احنا واش نطلب منه؟ نطلب منه ما يتورطش في الحرام
يبيعش المحرمات هذا فقط، ما يمكنش من يكون كسول. فلذلك يا الاخوه هذه المسائل هذه اللي يكون بعيد دائما بحال يلعب الكره، نقول لكم يكون يشوف التلفزيون دائما يضرب رجله، او علاش ما دخلهاش لك دخل باب ما دخلها، علاش كون ما ضربهاش ضيعها ويسد في لما راه قاعد في الفراش، علاش ما لعبها مزيان ما قاعد في الفراش مريح مور ركب قدامك ساعتها ويهضر، دخل المعمعة وهضر ولا بغيت تهضر، اللي بغى يهضر يزيد كل من بين ذلك الناس العرب يقولوا كل مجرم في الخلاء يسر، كل مجرم في الخلاء عندك واحد فرس ديالك تمشي غير بوحدك في الخلاء وتبقى تجري دائما يجي الاول عمرك ما تجي الثاني خاطر مالك بوحدك، دخل المعمعة ديال الحياة وغوص في الحياة وشارك في الحياة وتخسر في الحياة وتفشل في الحياة وتصيب مرة وتخطئ مرة، شكون هو اللي ماشي مزيان اللي عمره ما خطأ؟ اللي عمره ما خطأ ماشي مزيان، اللي عمره ما دار شي حاجة ماشي خطأ، قاعد مرك ويجي انتقادات لهذا لهذا لهذا، علاش دار هذاك هذاك؟ واش دار هذاك؟ سول مرة مسكين انت قول علاش علاش ما درت والو؟ علاش دار هذاك هذا؟ واش دار هذاك هذا؟ واش دار هذاك هذا؟ قول واحد مرة ثانية انت وعلاش انا ما درت والو؟ باش تنجم على راسك تنجم على راسك وتقيمنا في راسنا ونصدع عليك، واش هما قاعدين في المقاهي عباد الله هذو هذو يفيدوا؟ هاد الكراسة اللي قاعدين في الكراسة كراسة في الكراسة الباب اللي كيكون في الكرسي راه كرسي مقلوب راه بحال كرسي، إذا قمت راه بحال كرسي قاعد 12 ساعة في الكرسي والإنسان ديالو طويل ودير جريدة فيك وسير العالم كله ضمن النظرية ديالو وري فاشل ولكن تمشي تمشي عنده الدار ما يقدش يسكي هاك ولدو ولدو ما يقدش غير يفهم ما عنده فاشل وهذا الفاشل وهذا الفلاسفة الفاشلين شحال منهم بزاف في الدول المتخلفة الناس شايفة الوقت باش يهضروا علاش؟ لأن الراجل قاعد حشومة الإنسان يقعد في المقهى أولا ما تهضرش على واحد أخر بعد واحد أخر ماهوش قاعد في المقهى أنت راك قاعد في المقهى خصك تغطي راسك كي تكون قاعد في المقهى لأن أنا قاعد في المقهى لأن راك تقول الناس ما عندنا ندير لأن الوقت ما يهمكش راك قاعدين تما تجتمعوا على كاس تبردوا وتتحموها 10 ديال المرات ها وانتم قاعدين تشدوا في عباد الله وهذيك هي مجالس الطرقات اللي نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما تخدم على راسك مو تكون مو تحاول مو تجرب مو تفشل حتى انت مو تبيع مو تشري مو دير شي حاجه مو تتعلم حقيقه بعض المرات شوف لي والمصيبه نجبر هاد الحق هذا هكا حتى تاع 10 قرون عمرنا ما نحركوا ساكنه ابدا هاد الفلاسفه ديال القوي عمر ما الخير ما يجي من جهته واحد بلا جامع علاش بلا جامع شكون اللي قال بلا جامع وعلاش طولوا وعلاش عرضوا واش داروا بزاف اش داروا كذا واش داروا كذا واش ما تمشي واش ما تمشيش تما 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 وتهنينا براسنا علاش ما تمشي تقابل انت ولادك وتمشي تتعلم الدين ديالك تحت الوضوء ما تعرفش تودا علاش ما تعلمش شي حاجه تعلم قبل ما كان تعلم تعاود تعاود الدواء على الاقل دير شي حاجه دير خدم شي حاجه جرب شي حاجه بدات تنجح فيها وتفشل فيها ما دار والو وقعد مريح لذلك ايها الاخوه لا نبث البئس في الناس يجب ان نبث الامه فيها الخير ويجب ان الجميع يحاول وهذا كان يتكلم بزاف راه عنده اجر في يوم القيامه غادي يجبر اجر ديال الكلام صافي اما اجر ديال العمل غادي يكون للعاملين ها اجر العمل للعاملين واجر الكلام غادي للمتكلمين كلام برد الريح ولا يحرك ساكنين والحياه من اجل ان تتحرك لابد ان نعمل والنوايا والضمائر والخفايا الاسلام مكلفنا نحن بها انا ماشي شغلي نسوي على نية واحد الانسان مره نسوي واحد احد كيقولوا واحد شي هذا واحد السيد غادي يبني واحد الجمع ايوا بناه لانه غادي يقصد به انه غادي باش يبان وغادي اش دخلك انت في هذا الشيء؟ النوايا ماشي مكلف بهذا العمل في حد ذاته عنده شي عمل نية شي مزيان ماشي مزيان مزيان اسكت ما تنبش على النوايا ديال الناس اش دخلك انت تسول في النوايا ديال الناس؟ ما اللي لا يدير خماره ما يسول عليه حد النوايا ديالو واش نبغى؟ واش اللي يدير خماره يشري الان خماره ب 700 مليون الشارع النية ديال الحسنة علاش ما تكلمناش على النوايا ديال واش باغي هو هذه دائما يرى باين بانه يريد ان يدمر المجتمع لكن ما حد ما تكلمش عليه صافي عادي دار خماره وبين صلاه وصافي اذا اجبتو عن هذا اظن